اسمعني سكب له عشاء للسيد جاي والد. حاضر ماشي. لا تنسى. استنى، شو عم تعمل؟ ليش عم تسكب من هذا الأكل الدسم للسيد جايوالي؟ عنده كوليسترول ما بيسواله. سكب له أكلة خفيفة، شوربة مع رز بالخضرة وشوية سلطة. تكرم عيونك. يا ربي، مو قدراني أحكي معه ولا كلمة. ليش جاي لعندي؟ هاي باني، كيف أمورك؟ عن جد طالعة بتجنني. شكرا. واو، هلأ صوري اللي بإيديكي كتير حلوين. قليلي من وين؟ هدول الأساور بعت لي اياهم السيد جايوالي مع عمتي بيلو، بس هلا ما عاد لهم اي اهميه عندي. ليكي سيما، اذا حبيتيهم كثير لهالأساور خديهم مقدمين. شو عم تحكي باني؟ بدك تعطيني اياهم؟ مستحيل احرمك منهم، بنسخ التصميم وبرجع لك اياهم دغري. ما في مشكله، انا برجع بطلبهم منك، بس احتاجهم لا تقلقي. سيد جايوالي، انتي عندك لازم تكون معنوية مو مادية، وبالنسبة لإلي الهدايا اللي منك ما عاد إلهم أي أهمية أو قيمة عندي. انت اللي بعدت لي هاي الأساور، بس نحن هلأ تركنا بعض وما عاد بدي شي يذكرني فيك. بتشكرك كتير يا باني. تكرمي. الوضع بيناتهم صار سيء كتير، لازم أعمل شي بسرعة. يلا بشوفك. ضيوفنا الأكارم، اسمحوا لي، جو الحفلة كتير حلو، أنا بتشكر يلي نظموها، بس ناقصنا شوية حماس. هلأ شو رأيكم مع بعض نعمل للحفلة شوية حركة؟ يلي عنده اقتراح أو شي فكرة حلوة يتفضل يقدم لنا إياها. نعم عمتي. ابني ما فينا نلاقي لنا شي لعبة؟ تخلي جاي وباني يقربوا من بعضهم.